ما تسيبنيش يا عم سليمان. ايه ده؟ انت بتعيط يا عم سليمان؟ لا ما عيطش ولا حاجة. واحد لما بيسيب مكان أخد عليه وعاش عمره فيه بتصعب عليه نفسه. أنا بقالي 12 سنة مع سيادة الرئيس، ولادي كبروا جوزوا وخلفوا، مفيش مخلوق عارف إني كنت طباخ الرئيس. كنت باجي كل يوم هنا متولي وأنا حاسس إني بعمل حاجة مهمة، بأدي عمل وطني. ربنا يوفقك يا ابني. متولي كريم باشا، يلا متولي عشان هتقابل سيادة الرئيس دلوقتي يا فندم؟ ايوه دلوقتي يا متولي. طيب ممكن بس نأجلها شوية عشان ما اخش على سيادة الرئيس وإيدي فاضية؟ يلا يا متولي مفيش وقت، يلا. اتكل على الله يا ابني. يلا. معذور. متولي يا فندم الطباخ جديد. ازيك يا متولي؟ الله يسلم سعادتك يا ريس. ايه مالك؟ لا اصل بس يعني هيبة سعادتك يعني. انت متجوز؟ ايوه يا ريس. عندك اولاد؟ لسه يا ريس. اصل يا فندم عريس جديد. طب مش تشد حيلك بقى؟ نخلف فورا يا ريس. قول لي هتوكلنا ايه النهارده؟ والله يا فندم انا حسب الجدول النهارده. لا جدول ولا حاجه. انا عايز شوية شوربة عدس. شوربة عدس؟ اتفضل. حاضر. عم سليمان! انت فين يا عم سليمان؟ الحقني ابوس ايدك يا عم سليمان. في ايه يا ابني؟ الرئيس طالب شوربة عدس، وانا اعرف اعمل 26 نوع شوربة عدس، مفيش ولا نوع منهم في دماغي دلوقتي. انا انتهيت يا عم سليمان، اعمل ايه قولي؟ طب قوم ما تخافش. انا حصل لي كده اول يوم جيت اشتغلت فيه مع الرئيس. يا ابني يا حبيبي الرئيس بيشرب شوربة عدس زي اي شوربة عدس عادية. الله، اشمعنى لما بتقف على العربية في الشارع بتبدع؟ ايه انت ما بتعرفش تطبخ الا على الرصيف؟ يا عم سليمان انا ما كنت بطبخ في العربيه ما كانش بيهمني، كنت بطبخ للشعب. انما ده سياده الرئيس، لو حطيت ملح زياده فلفل زياده ابقى انتهيت. لا ما تخافش قوم، اول خطوه هتسلق العدس. جرام ملح، قلل الزبدة عشان سيادته ما بيحبهاش. شكرا يا متولي. استنى خد دول. ربنا يخلي سعادتك يا ريس. دول 42 جنيه. ربنا يخليك يا فندم. اخبار عم شحاته ايه يا متولي؟ الحمد لله يا كوان. مشحاته؟ هو سيادتك اللي جيت عم شحاته وكلته الطاج؟ طاج ما كنتش اقصد والله. انا اسف يا فندم. والله ما كنت اقصد. خد فلوسك يا ابني. تفضل. <تفضل. تصفيق>
بتعمل ايه عند سعاده الرئيس؟ اصلا حازم بيه كان سعاده انت تحط الاكل وتخرج على طول. انت هتقف ترغي مع سعاده الرئيس وهو بياكل ولا ايه؟ مش عم سليمان فهمك؟ ايوه فهم. دول يا متولي، ده مصروف الشهر يا انشراح، واعملي حسابك على كده. انت بتودي فلوسك فين يا متولي؟ شهر طويل عريض ما تطلعش غير بتكمل طوش. دول ليه الناس بطلت تاكل؟ لا الناس بتاكل يا انشراح، بس زي ما تقولي كده رجلهم خفت على الطواجن شويه. الو؟ ايوه باشا. ايوه فندم. ايوه باشا حاضر بسارة ومن غير تقلية. بكرة؟ حاضر يا فندم، حاضر يا فندم، تحت أمر سعادتك. مع ألف ألف سلامة يا باشا، مع السلامة. مين اللي بيطلب منك بسارة في وقت متأخر زي ده؟ ده زبون. وزبون إيه اللي صحيك في نص الليل يا متولي؟ ويصحيني من الفجر كمان يا مشراح، لأن الزبون ده أحسن منك ومن اللي خلفوكي. وهالفاضي بقى في الكلام عشان ليلة دي شكلها مش معدي على خير. ها يلا وريني بقى هتعمل ايه. انشراح، هي البصارة بتتعمل ازاي؟ السادة الحضور، انا وعدتكم برفع مستوى الطالب والمدرس خلال الفترة اللي فاتت، وافتكر تم عمل انجازات محدش يقدر ينكرها. وانا بصفتي كنقيب للمعلمين بوعد حضراتكم بمزيد من الانجازات خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. شبعنا بقى كلام ووعود. هي النقابه يعني بتعمل ايه للمدرسين؟ وزعلانين قوي ان هم بيدوا دروس خصوصيه. البلد دي لا يمكن حالها هيتعدل طول ما نظام التعليم فاشل، وطول ما نظام التعليم فاشل يبقى النظام كله فاشل. يسقط نقيب المعلمين، يسقط نقيب المعلمين، يسقط نقيب المعلمين، يسقط نقيب المعلمين. الموضوع ده لا يمكن يتسكت عليه، لازم نصعده لأعلى مستوى، إن شاء الله حتى نروح للري. أبلة بصراحة. نعم. أنا شايف إن حضرتك عندك آراء عناءة وطاقة أحيانا مستخسر تستنزف فينا في النقابات. فإيه رأي حضرتك لو تشرفينا بالليل في مقر الحزب؟ حزب إيه؟ حزب المعارضة. هناك هتبقى كلمتك مسموعة أكتر. وكمان هتقدري تحققي اهدافك وتستخدمي طاقتك دي في حاجه تفيد البلد. النهارده احنا بنعيش مرحله غير مسبوقه من الديمقراطيه. الناس دلوقتي بتقول رايها في كل حاجه. جرايد كتير بتكتب نقد وهجوم. واحيانا عليا انا شخصيا. انا بيهمني في النهايه العمل والانجاز. مصلحه البلد عندي فوق اي اعتبار. موضوع البناء مهم جدا في كل مرحله من المراحل. ده بيساعد كتير في الدراسات والاصلاحات اللي بنقوم بيها يوم بعد يوم. بسم الله ما شاء الله، الريس كلامه حلو قوي، ربنا يديله الصحه يا رب. الشيله تقيله يا ابني، الله يكون في عونه.
وبياكل ايه ده يا اسطى؟ ده هتلاقيه مثلا بياكل على الصبح كده 4 كيلو جمبري ولا حاجه. والنبي انت اهبل يا ابني، ده اكلته ضعيفه، شويه شوربه عدس، شوربه خضار، شويه بصاره، حاجات كده يعني. هو انت هتفت في اكل الرئيس كمان؟ كل المجهود اللي عملناه متولي. بنتمنى ان ربنا يوفقك. كنت فين لغايه دلوقتي؟ كنت في الحزب. حزب ايه؟ حزب المعارضه يا متولي. انضميتي لحزب المعارضه يا شراح؟ احزاب البلد كلها فاضيه قدامك وبتدش، ما لقيتيش انت حزب المعارضه. انت خايف من ايه؟ وبعدين انا عايز افهم انت جبان كده ليه؟ ما هو مش معقول يا شراح، مش معقول تبقى انت في حزب المعارضه وانا. انت ايه بقى؟ انا راجل غلبان وعايز اعيش. وهي دي عيشه اللي احنا عايشينها؟ انت راجل على باب الله ومش لاقي تاكل، وانا بيتقطع نفسي طول الشهر عشان اخد في الاخر 170 جنيه، ولا لاقيين حتى حته اوضه وصاله يلمونا ونعيش فيهم، بالذمه دي حياه؟ وبعدين انا عايز افهم، مش السبب في كل ده مش الحكومه؟ اسكتي بقى انت ايه؟ لا بقى، ما هو الرئيس لازم يعرف الناس عايشه ازاي. اسمعي يا انشراح، انا هنا راجل البيت وكلمتي لا ترد. يا انا يا حزب المعارضه في البيت ده. دي معارضة ولا بلاش؟ عصاية شمسية رايحة البحر. خف شوية يا جبار. تعالى متولي. ايه رأيك في المظاهرات اللي حصلت في البلد؟ دول ناس عايزين قطم رقبتهم، بيعطلوا المراكب السايرة يا باشا. من شراح مراتك اخبارها ايه؟ اتطلقت يا باشا. كل واحد انه يتظاهر او يختلف مع النظام، انما بدون تخريب. احنا احتوينا الموقف يا فندم. لازم اشوف الولاد دول واسمعهم بنفسي. انا هروح لهم النقابه واتكلم معاهم. ده قرار سليم يا فندم، هيتبسطوا قوي بالزياره دي. الموضوع خلص خلاص يا فندم، وبعدين انا شايف ان سعادتك تاجل الزياره دي شويه. اجلها ليه يا حازم؟ دواعي امنيه يا فندم، محدش ضامن، مش جايز حد يكون مدسوس وسطهم. شكلك مش مبسوط. شوية مشاكل في البيت يا ريس. رد يا متولي. ألو؟ أيوة انشراح. إيه اللي حصل؟ اسم إيه؟ مصر القديمة؟ طيب ماشي ماشي. خير. مراتك مالها؟ المدام اتقبض عليها يا ريس. كانت ماشية في المظاهرة، بس الحمد لله خدت جزاءها. مالك ومال المظاهرات يا انشراح؟ لعلمك لا يمكن هسكت ولا هرجع عن موقفي، وبعدين ازاي طلعوني وسابوا بقية الزملاء كلهم جوه؟ انت طلعتني ازاي متولي؟ تعرف مين؟ وكنت فين ساعة لما كلمتك بالتليفون؟ انت طالعة من الاسم تحققي معايا انا. هو اول الجواز كده يا ابني، لازم شوية خلافات ومشاكل لحد ما تتطبعوا على بعض. وبالصبر كل حاجة بتعدي. ربنا يخليك لينا يا ريس. هتوكلني ايه النهارده؟ نفسي سعادتك. ايه مالك؟ انت واقف قدام رئيس الجمهوريه، قول كل اللي في نفسك، ما تخافش من اي حد. نفسي اوكل سعادتك على مزاجي. وانا موافق، بس الموضوع ده يفضل سر بينا عشان ما تاذيش. هتاكلني ايه؟ طبق كشري بالدقه والتهليه يستاهل بق سعادتك. والله انا نفسي رايحه له، بس شوية صغيرين عشان القولون. حمامة.
كمالة متولي. أنا وشيف رئيس. يا سلام، أحلى أكل في الدنيا أكل الشعب المصري. ميزة شعبنا إنه بيقدر يعمل من الحاجات البسيطة دي أشياء رائعة. قول لي يا متولي، طبق الكشري بكام النهاردة؟ لسعادتك ولا لأي حد؟ لسعادتي إزاي يعني؟ ثمنه كام الطبق؟ 3 جنيه يا ريس، بس لو سيادتك حبيت تحط شوية دقة زيادة، شوية تقلية، شوية حمص، يعمل له 5. قلت كام؟ 5 جنيه سعادتك، بس مش أنا اللي مسعره، وعهد الله. يعني أسرة بسيطة مكونة من 5 أشخاص عايزين يتغدوا كشري يدفعوا 25 جنيه. ده بيقولوا الطبق بنص جنيه. نص جنيه إيه سعادتك؟ الكلام ده كان من زمان، الحاجة ولعت. تفضل أنت. كريم.